النهارده كمان الخبر المهم ان النادي الاهلي حصل على حكم من المحكمه الرياضيه الدوليه برفض الطعن اللي قدمه نادي النجم الساحلي ولاعبه كوليبالي. كوليبالي اللي كان هرب من النادي الاهلي لف لفه وبعدين راح النجم الساحلي. الاهلي رفع عليه دعوه قدام المحكمه الرياضيه الدوليه، خد الاهلي تعويض بمليون يورو، مليون و400 الف دولار. النادي التونسي طعن هو وكوليبالي، تم رفض الطعن وتأييد أحقية الأهلي في الحصول على هذا المبلغ مليون و400 ألف دولار بالإضافة إلى 15% غرامة تأخير من أكتوبر 2019. لا، ونقطة مهمة جدا بيبقى لها من ناحية الشكلية في النطق بالحكم معنى كبير قوي. وإلزامهم بالمصروفات ده مش بس كده كمان، ده اداله شهر لو ما هي دي ده القانون كده اللي بيبدي يروح للمحكمه التاديبيه بقى، يعرض على المحكمه التاديبيه. لا، ده ممكن يبقى فيه عقوبات كتيره جدا. لكن الالزام بالمصروفات يعني خلاص بقى ما تحولش في حاجه تاني، انت السبب بقى، انت السبب واضحه، شيل بقى. ال 15% برضو عايزين نفهم الناس انها هتتجاوز 600 او 650 الف هو يورو ولا دولار؟ دولار. يعني انت المده اللي فاتت ما راحتش هدر برضه. ايوه. هتعوض عنها، يبقى التعويض اللي هتستلمه يزيد عن 2 مليون دولار. ده كان كل ما لدينا من اخبار سريعه.